النهارده في الفصل ان شاء الله هنتناقش مع بعض الدرس الحياه دائما اثنين. مين منكم راى الفيديو على القناه بتاعتنا قناه حراء؟ يلا فاطمه. قال الاحداث تحلقنا جميعا حول الجد لنستمع الى حكايته الجميله والاستفاده من خبرته الكبيره في الحياه. ثم نظر الجد مبتسما ورفع يديه متشابكتين وقال ماذا ترون؟ جميل. حد تاني في المسطر سمع رد الاحفاد على سؤال الجد ماذا ترون؟ مين سمع كلام الجد؟ اتفضلي يا بركه. نرى يدين متشابكتين. طب مين كده راى تفسير علي لما قاله الجد؟ تفسير علي لما قاله الجد. اتفضل يا عمرو. أنا حياة مليئة بالأحداث المتشابكة ببعضها والمرتبطة ببعضها. جميل. طيب. أمين. جميل. طب حدث المسلسل تفتكروا من خلال كده الناس اللي رأيت الفيديو، هل فسر علي كلام الجد تفسيرا صحيحا؟ وما الدليل على ذلك؟ اتفضل يا محمد. لا، لأن الجد قال لهم سأحكي القصة لكي تفهموا ما أقول. جميل، برافو عليك. معنى كده ان علي اخطا في تفسير كلام الجد، والدليل ان هو قال الجد ساحكي لكم قصه لكي تفهموا ما اريد او ما اقصده. جميل. طيب مين يقول لي كده مضمون القصه اللي حكاها الجد؟ يلخص لي كده بسرعه مضمون القصه اللي حكاها الجد من خلال الدرس بتاعنا. اتفضلي يا شهد. أنا عايزة مضمون القصة، القصة بتحكي عن إيه؟ أنا القصة بدأوا إلى التعاون و قصة؟ إيه بتتكلم عن إيه؟ إن هناك إيه؟ هناك اثنان تعاونوا في رسم لوحة ونجحوا في ذلك نجحوا في ذلك، سبب النجاح؟ إن هما تعاونوا في رسم اللوحة، إذا بدأ أحدهم في رسمها والآخر في التلوين. جميل، معنى كده في المسألة إن كل اللوحات التي تقدم بها المتصادقين لم تكن جميلة؟ لم تكن جميلة؟ ها مريم؟ لا، لماذا؟ لأن شارك كل منها والموقف. جميل، لأن شارك أو تقدم بها كل متسابق بمفرد. يعني هنا في المسألة الجد كان يقصد من قصته أن يوضح لأحفادي مفهوم فيس هايوزن التعاون. وطيب مين يقول لي كده من خلال الدرس بتاعنا أو من خلال مشاهدتك للفيديو إن التعاون ما شكل المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون؟ شكل المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون، قلنا المجتمع المتعاون. يلا يا زينة. لا يجب فيه أحجام أعتقد أنه يتكلمون خليل دماغ وأن الإنسان يحكي بالعقل لا يشوف مجتمع من هذا العيوب. جميل، برافو عليك. قال لي أنا في الفترة من خلال الدرس بتاعنا عرفنا أن المجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يجب فيه أحد. لماذا؟ لأن أفراده يتكاتفون لخيره ويتخلصون من الأنانية. المجتمع المتعاون لا يضيع فيه أحد. جميل، يلا كده نشوف درسنا النهارده بقى من خلال الكتاب.